أيها المواطنون، لقد أسهمت عمان على امتداد تاريخها الطويل في صنع الحضارة الإنسانية، وكان لأبنائها جهد غير منكور في خدمة هذه الحضارة. فالموقع المتميز لهذا البلد الطيب والروح النضالية التي حملت العمانيين إلى أقصى الأرض أو إلى أقاصي الأرض، يجوبون البحار ويمتطون الأخطار فيلمسون بأيديهم ويشاهدون بأعينهم ويخالطون بقلوبهم وعقولهم صنوفاً من الحضارات وضروباً من الثقافات وأشكالاً متباينة من التقاليد والعادات، كل ذلك كان له ولا شك أثر بارز في البناء الحضاري الذي شاده الآباء والأجداد، وصاغته الأجيال المتعاقبة تراثاً حياً خالداً يجسد ملامح التاريخ وملاحمه ويعبر بصدق عن الثراء الباذخ للتجربة العمانية الضاربة في أعماق الشعب. وإذا كان لنا أيها المواطنون أن نزهو ونفخر بالإرث العظيم الذي تلقيناه عن الأسلاف، فإن ذلك يجب ألا يكون الغاية التي نقف عندها مكتفين باكترار الماضي، نباهي بأمجاده ونعيش على ذكرى مفاخره. فذاك خلق الخامل الذي لا عزم له، وحاشا أن يكون العماني كذلك. من شمال عمان لأقصى الجنوب، إرث وتاريخ وحضارة تحكيها شواهد ما زالت تمتزج بعبقها مهما طال الزمن وتتالت الأجيال. إرث لمس أقصى بقاع الأرض ليحكي حكاية اسمها عمان. عمان من شمالها خصب وإلى أطراف جنوبها ضلكود، موروث متأصل وعادات ومبادئ راسخة برسوخ قلاعها وحصونها، ممتدة بامتداد شواطئها، شامخة بشموخ قممها وجبالها، نقي واسع ككثبان رمالها وصحاريها الذهبية. هذه عمان، التنوع والتناغم في التضاريس والوحدة والألفة والمحبة بأبنائها وشعبها الوفي. ومن منطلق الإرث المتجذر والرؤية الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه ومن مشى على نهجه للحفاظ عليه